اجتاحت حمى الأوروغواني لويس سواريز بورتو أليغري. فبعد 4 أشهر من وصول المهاجم الشهير إلى جنوب البرازيل، سجل خلالها أهدافاً وفيرة وفاز باللقبين مع نادي غريميو، تتهافت الجماهير على شراء قميصه الرقم 9. ele é uma figura, um jogador que correu o mundo, que tem essa esse carisma do mundo inteiro, não só na aqui no sul do país, né? وصل سواريز إلى بورتو أليغري في كانون 2 يناير بعد مغامرة قصيرة مع نادي طفولته ناسيونال الصيف الماضي، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الأوروغواني بتسجيله 8 أهداف في 14 مباراة. وارتفع عدد مشجعي نادي غريميو من 63,000 عام 2022 إلى 95,000 بداية نيسان أبريل، وهو رقم قياسي كما أكد رئيس النادي ألبرتو غيرا. Olha, economicamente o Suárez tem sido muito importante aqui para o Grêmio, porque com ele, né, a gente foi a cereja do bolo depois de diversas contratações, boas contratações, e nos ajudou a catapultar especialmente o número de sócios. A partir da chegada dele, nós colocamos aqui mais de 33 mil sócios. ووصل الهوس في بورتو أليغري بشبيه سواريز وهو رافائيل سيلفا بتقليده خلال تواجده حول أرجاء ملعب أرينا دي غريميو. Foi 20 mil sócios que trouxe ao longo desse 2-3 meses que o Suárez está, né? Então é muito importante para o Brasil e para o futebol, né? وعاد سواريز إلى أمريكا الجنوبية بعدما أمضى سنوات طويلة في القارة العجوز، حيث أدخل الرعب في خطوط دفاع الأندية الأوروبية بقمصان أندية أياكس أمستردام الهولندي وليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.